في 25 يناير سنة 2011 قامت ثورة شعبية في مصر لإسقاط النظام، وزي ما عمل التغيير في سياسة البلد غيرت في المزيكا، وأصبحت أغاني الحب والرومانسية والعشق والهوى ما بتجيبش مع الناس، وابتدوا يدوروا على حاجات تانية يسمعوها. وفرق الأندرجراوند اللي كانت بتغني في البدروم وتحت بير السلم ابتدوا ياخدوا فرصتهم، وصوتهم ابتدى يتسمع في مصر كلها. ومن أهم الفرق ديت اللي لم تكن أهمهم هي فرقة باسم كايروكي، اللي أول لما اشتهرت ناس كتيرة طلعت وقالت إن هم زي ما طلعوا فجأة هيموتوا فجأة. ولكن الغريب في الموضوع ان هم عملوا ألبوم وراه التاني وبعديه التالت والرابع والخامس، وحفلاتهم بيحضرها 3000 4000 10000 وساعات 20000 شخص. بيعملوا حفلات في دبي وفي انجلترا وفي كندا وفي امريكا، وفيديوهاتهم على اليوتيوب عاملة لغاية دلوقتي اكتر من 250 مليون فيوز. يبقى مادام ما وقعوش فجأة زي ما كانوا بيقولوا عليهم، يبقى احتمال ان هما ما يكونوش طلعوا فجأة. النهاردة هنتكلم على كايروكي بكل اعضائها، وهنعرف ازاي ان هما فعلا ما طلعوش فجأة. ما تنسوش تعملوا شير وابعتوا الفيديو دوت لكل الناس اللي بتحب كايروكي. انا بشوي بدير وانا بحب المزيكا، فقلت اعمل حلقة جديدة. أمير عيد. اتولد أمير عيد في 26 نوفمبر سنة 1983 في إحدى الشوارع المتفرعة من ميدان الاتحاد في المعادي. بابا ومامته انفصلوا وهو عنده 7 سنين، ووالده بعد تماما عن العيلة، وأمير ما شافوش لمدة 15 سنة. دخل مدرسة فيكتوري كوليدج أو كلية النصر زي ما بيسموها، وكان كاره للدراسة بالتعليم بالمدرسين بالمدرسة نفسها، ومشاكله معاها ابتدت من وهو عنده 14 سنة لما دخل في خناقة مع ولد. فكلمة من هنا على كلمة من هنا الولد شتمه، فأمير ضربه واترفض لمدة أسبوع. بعد الأسبوع رجع تاني ونفس الولد هو أول لما شاف أمير قال له كلمة ما كانتش على مزاجه، فأمير ضربه تاني واترفض تاني، ولكن المرة دي كان لمدة سنة. فمامته نقلته المدرسة تانية، وفي المدرسة التانية دي تتعرف على ولد اسمه آدم الألفي، وعملوا مع بعض شلة صغيرة. آدم جاب أصحابه وأمير جاب أصحابه، وكان من ضمنهم صديق عمره شريف هواري وجاره تامر هاشم، وكونوا مع بعض شلة ملهمش في الخروجات ولا الفزح، وما بيعملوش حاجات اللي الناس قدهم بيعملوها. وقمة سعادتهم لما يتجمعوا في بيت حد فيهم، في الأغلب بيكون بيت أمير، ويسمعوا أغاني الفرق زي بينك فلويد ميتاليكا وغانز أند روزز، ويقعدوا يحللوا الأغاني ويغنوا معاهم. ولكن مدرسة أمير الجديدة ما سلمتش من مشاكله، وفي يوم ساق أوتوبيس المدرسة ودخل في سور، فمترفد منها ورجع لمدرسته الأصلية فيكتوري كوليدج، وكمل فيها إلى أن أنهى دراسته بسلام ودخل الكلية. وفي صيف سنة 2003 قدام محل عصير في المعادي، أمير كان واقف مع هواري وقال له إن هو بيحب يغني ويلحن ويكتب أغاني، وعايز يعمل فرقة موسيقية. فقام هواري رد عليه وقال له وأنا عايز ألعب جيتار انا معاك، وشافوا مين من اصحابهم اللي دايس معاهم في الفكره، فانضم لهم تامر اللي ابتدى يتعلم درامز، وكان معاهم واحد صاحبهم اسمه كريس على الاورج، وواحد اسمه هيثم على البيس، واحمد بهاء مغني فرقه شارموفرز اشترك معاهم من 2005 ل 2008 ورجع تاني من 2009 ل 2011. وامير كلم ادم وقال له على فكره الفرقه، ولكن ادم ما قدرش ينضم معاهم وقتها، وهنعرف السبب ايه دلوقتي. اتولد ادم في 16 يوليو سنة 1985 في استراليا، وفضل هناك لحد ما تم 7 سنين، ورجع مصر من تاني وعاش على بعض خطوتين من امير. ولما بابا ومامته اتطلقوا والده سابهم ورجع تاني استراليا، فعاش ادم مع مامته وتيتو لحد ما تم 16 سنة، ورجع استراليا عشان يكمل تعليمه ويخش الكلية هناك. كان عايش مع والده اللي كان بقاله 8 سنين ما شافوش، وهناك كان على طول حاسس بالغربة والعزلة والوحدة، وبالاخص في 2003
لما امير كلمه وقال له على حوار الفرقه الموسيقيه اللي هم بيحاولوا يعملوها، وقتها ادم حس بالغيظ اللي هو انتوا سايبيني مرمي في الغربه وعمالين بتغنوا وتفرفشوا وتلعبوا مزيكا، فقام قرر ان هو يتعلم اله موسيقيه. ولكن زيه زي اي حد تاني رمى الموضوع على جنب وكسل يبتدي فيه، لحد ما في يوم وهو ماشي على شط المحيط الهادي ذا باسيفيك اوشن اتكعبل ووقع وخبط ظهره في صخره واتصاب عموده الفقري، وعلى حسب كلام الدكاتره ان هو كان على بعض مليمترات من شلل تام. وكان عنده حلين مالهمش تالت، يا اما يعمل عمليه جراحيه يا اما يثبت جهاز على رقبته وكتافه لمده 6 شهور ما يتحركش فيها وبعديها هيشوفه، يا اما هيبتدي يتحسن تدريجيا يا اما هيضطر يعمل العمليه في الاخر. وادم وقتها اختار حوار الجهاز دوت اللي كان اهون له من ان هو يعمل عمليه وسابها على الله. وفي الفتره اللي كان قاعد فيها على السرير بما انه كده كده مش هيعرف يتحرك، قرر ان هو يرجع لفكره المزيكا ويبتدي يتعلم اله موسيقيه، فتعلم اله الجيتار والساكسفون. بعد 6 شهور ابتدى يقوم ويتحرك ويرجع زي الاول، ووقتها حس ان الحياه ما تستاهلش ان هو يضيعها في الغربه، فقام ساب هندسه اللي كان بيدرسها ولم حاجته وقام نزل مصر وابتدى يدرس اداره اعمال، واشترك مع اصحابه في الفرقه اللي كانوا عاملينها كلاعب ساكسفون. اول ما ابتدت الفرقه سموها بلاك ستار اللي كان فكره هواري، ولما قرروا يغيروها الاسم تاني سموها بالاسم اللي احنا عارفينه دلوقتي كايرو كي اللي كان برضو فكره هواري. عملوا اول حفله ليهم في 2003 في السي هورس كلوب في المعادي، وكان ادائهم وحش جدا، الجيتار ما كانش موزون، وتامر تقريبا جاله شد عضل فكان بيبطئ في اوقات وبيسرع في اوقات، والصوت ما كانش ماشي مع المزيكا، ولكن وقتها حسوا ان هو دوت اللي عايزين يعملوه بقيه حياتهم. تاني حفله كانت في نادي المعادي، وكان قدم معاهم في نفس اليوم فرقه وسط البلد اللي كانت اكثر شهره منهم وقتها، واتعرفوا على المغني بتاعهم هاني عادل اللي اصبح المنتج الفني بتاع كايروكي لفتره. وفي 2004 عملوا اول حفله ليهم في الساقيه، وما بين 2005 ل 2007 كانوا بيعملوا حفله كل يوم اتنين في بار افتر 8 في وسط البلد، وكانوا بيغنوا 5-6 ساعات، وفي اخر اليوم بياخدوا 450 جنيه اللي كانوا بيحوشوهم وبيطبعوا بيهم بوسترات ودعايه لحفلاتهم اللي جايه. وكل اربع كان امير وهواري بيلعبوا مزيكا في قهوة الشادر بميدان دجلة في المعادي، وكانت الفرقة بتعمل حفلات في الساحل الشمالي وعلى البحر الأحمر، وساعات كانوا بيغنوا في مراكب على النيل ونوادي ليلية وأماكن متعود فيها الناس إن هم يزودوا في الشرب حبتين. ولك سيدي السبسكرايبر أن تتخيل رد فعل الناس دول وهم جايين ومستنيين فقرة الرقاصة، وإذ بست شباب مش معروفين بيغنوا أغاني مش معروفة عن الطموح والحلم والغربة والشباب والحاجات اللي مش فارقة معاهم ديت، فتفتكر إيه رد فعلهم؟ وهو ده بالظبط اللي حصل. سجلوا واحدة من اولى اغانيهم يعدي الصيف في 2005، وفي 2006 عمل اغنيه حلمي انا. وفي نفس السنه اتخرج امير من الكليه وابتدى يدرس في بنك في التحرير، فكان بياخد المترو كل يوم من المعادي للتحرير، وفي السكه كان على طول بيسرح في اللي حواليه، ومن هنا استوحى كلمات اغنيه غريب في بلاد غريبه اللي بتقول في وشوش الناس انا اتاملت وفهمت معاني وتعلمت، ونزلت الاغنيه كذا مره في كذا البوم بكذا ريميكس الكلاسيكي والشعبي مع عبد الباسط حمود، ودلوقتي اصبحت من اهم الاغاني اللي بتتغنى في كل حفلاتهم. في 2006 لما كايروكي كانوا بيقدموا حفله في مدرسه من المدارس، كان في نفس اليوم في فرقه تانية بتقدم اغانيها اسمها شيد اللي كان فيها لاعب اورج موهوب الصراحه عنده 18 سنه وقتها اسمه شريف مصطفى. شريف مصطفى هو اصغر واحد في الفرقه، بينه وبين امير حوالي 6 سنين، وعايش في عمارات العبور حياته كلها. عكس باقي اعضاء الفرقه شريف كان عارف من صغره ان المزيكا هي حياته، ابتدى يتعلم بيانو من وهو عنده 6 سنين وخد دروس في التوزيع الموسيقي والميوزك برودكشن. في اي اله هتلاقيه عايز يلعب بيانو يلعب لك، جيتار ماشي، عود قشطه، كورديون يلا بينا، هيز وان مان باند، انه فرقه بشخص واحد. كان على طول بيتنقل من فرقه للتانيه، ولكن كل الفرق اللي كان فيها كانوا بيغنوا اغاني لناس مشهورين، ففضل على طول مفتقد الفكره ان هو يعمل الاغاني بتاعته هو بالرساله اللي عايز يوصلها، وهي ديت الحاجه اللي لقاها في كايروكي. ورغم ان اول انطباعاته للفرقه في اول مره يسمعهم ان مغني السولو بتاعهم صوته وحش، بس حب فكره ان هم بيغنوا اغانيهم هم بتاعتهم هم اللي كاتبينها وملحنينها. وعدت الايام وشريف سافر ايتو شيد ودخل في فرقه تانية اسمها كارما اللي كان وقتها حفلاتهم في الساقيه بتجيب
300 شخص، في نفس الوقت اللي كايروكي كان اخرهم بيجي لهم 150 واحد. ولكن شريف مهموش الرقم وفضل على طول مش عاجبه الاغاني اللي بيقدمها، وكل شويه بينجذب اكتر لهويه كايروكي. فلما كريس اللي كان بيلعب كيبورد ساب الفرقه وبعديه هيثم بتاع البيس حصله، اعلنت كايروكي عن اختباراتها لانضمام عضوين جداد للفرقه. فشريف اتقدم للاختبارات، وفي اول مره يقابل فيها اعضاء فرقه كايروكي كانت مناخيره في السماء وفي سنس تكبر، ورغم ان تناكا مش في دمه قوي الا ان هو حس ان الفرقه ديت عارفين بعض من هم صغيرين، ومن الصعب ان هم يدخلوا حد ما بينهم ان لم يكن مستحيلا. فالطريقه الوحيده ان هو ينضم معاهم ان هو يحسسهم ان هم محتاجينه اكتر ما هو محتاجهم، وكان بها وانضم معاهم في الفرقه، بس مش عشان السين اللي كان عامله عليهم وطريقه كلامه، ولكن عشان اول لما ابتدى يعزف اغنيه من اغانيهم وكانت حلمي انا، حس ان هو فعلا اللي هيقدر يكمل هويه كايروكي. وكان وقتها ادم حاضر معاهم الاختبارات، ورغم ان هو اكتفى في الاول ان هو يلعب ساكسفون، ولكن بعد ما شاف الاحباط وقله الموهبه اللي موجوده في كل الناس اللي اتقدموا علشان يلعبوا بيس، قرر ان هو يتعلم الاله. فمروح وقعد 10 ايام في بيته ورجع وهو جاهز ينضم ليهم كلاعب البيس. وفي اكتوبر سنه 2007 اصبحوا الخمس اعضاء لكايروكي اللي احنا عارفينهم دلوقتي، وعملوا اول حفله ليهم في الساقيه. في 2009 رجع احمد بهاء للفرقه، وجات لهم اول سبوبه حلوه لما عملوا اعلان لكوكاكولا وخدوا 30,000 جنيه اتقسمت عليهم هم السته، وكل واحد طلع له ب 5,000 جنيه. وساب لهم مهندس الصوت علاء الكاشف الاستوديو بتاعه، فسجلوا في يوم واحد اكتر من 30 اغنيه، وجمعوا احلاهم ونزلوهم في البوم اللي يمكن مش رسمي قوي ومحدش يعرفه، وكان فيه اغاني زي حلمي انا ويعدي الصيف وغريب في بلاد غريبه. هسيب لكم الالبوم في الديسكربشن تحت اسمعوه لو عايزين. ولما خلاص حسوا ان الموضوع ابتدى يحلو وخلاص هيظبط معاهم، ابتدت الحفلات تقل على اخر السنه، وكل واحد انشغل في حياته. تامر وادم وشريف خلصوا الجامعه رغم فرق السن اللي ما بينهم، بس زي ما تقولوا كده ان شريف كان هو الدحيح بتاع الشله فخد الاربعه في اربعه، ولكن تامر وادم تقريبا حبوا الموضوع فتبتوا فيها حبتين. وبعديها تامر رجع لعمان وادم اشتغل موظف في شركه، والفرقه كانت شبه انتهت. امير وقتها دخل في احباط وكابه وساب شغلانته وابتدى يشتغل في قناه تلفزيون، ويمكن هي ديت اللي اوحت له بكلام الاغاني اللي عملها على الاعلام زي اغنيه تلفزيون واغنيه ديناصور. كان وقتها من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، ولما يروح كان بيقعد يكتب اغاني ويلحنها مع نفسه، وما كانش بيشوف اي حد من اعضاء فرقه كايروكي ما عدا شريف مصطفى اللي كانوا بيتقابلوا كل حبه عشان يلعبوا مع بعض مزيكا، وامير يسمع له اغانيه اللي هو عاملها. وفي يوم 9 ديسمبر سنه 2010 امير كلم شريف وقال له يعدي عليه عشان في اغنيه جديده كتبها وعايز يسمعها له، وكانت اغنيه ساكتين ساكتين اللي بيقول فيها وبعدين يا بلد اخر ده كله ايه، خلاص الياس اتولد ومش عارفين في بكره ايه. سجلوها ونزلت باسم كايروكي بعد نجاح ثوره تونس في 19 يناير سنه 2011، وكانت اول اغنيه على صفحه امير عيد الرسميه على اليوتيوب، وقدرت ان هي تعمل 29,000 فيوز في اول يومين. وبعد 6 ايام بالظبط قامت ثوره يناير، وبعد نزول التحرير يوم بعد يوم في 1 فبراير سنه 2011 امير كلم شريف مره تانيه وقال له يعدي عليه عشان في اغنيه تانيه عايز يسمعها له. فشريف قام شايل الاورج بتاعه وعدى من حظر التجول ووصل لبيت امير وسمع له الاغنيه، وجابوا هواري عشان يلعب لهم جيتار، وهاني عادل عشان يغني مع امير، ونزلوا التحرير عشان يسجلوا الفيديو كليب مع ناس حقيقيين ومش ممثلين. ونزلت الاغنيه في 10 فبراير سنه 2011، وكانت اغنيه صوت الحريه اللي اعتبرها البعض كاغنيه الثوره بحكم ان هي كانت وش خير على البلد، ونزلت يوم واحد بس قبل تنحي الرئيس محمد حسني مبارك، وقدرت ان هي تعدي مليون فيوز في اول كام يوم. ونزول الاغنيه ما كانش بس فتحه خير على البلد، ولكن كان وشها حلو على كايروكي نفسها اللي اتلم شملها من تاني. تامر رجع من عمان، وهواري اللي كان عايز يتعلم جيتار بره مصر، وادم اللي كان وقتها بيشتغل بعد اقناع امير ليهم قرروا ان هم يعودوا للفرقه، ورجعت كايروكي من تاني. وكملت كايروكي على نفس خطاه الاغاني ديت، سموها اغاني سياسيه وطنيه انسانيه شخصيه اي حاجه بالايه، المهم ان الاغاني دي هي اللي كونت شخصيتهم واصبحت اهم الاغاني اللي بتتغنى في كل حفلاتهم دلوقتي. ومن ضمنهم كانت اغنيه يا الميدان اللي نزل في نوفمبر سنه 2011، وغنت معاهم عايده الايوبي من المطربين المفضلين لامير اللي فضلوا يدوروا عليها كتير لغايه لما لقوها عايشه في الشارع اللي وراهم تقريبا في المعادي. وبعد كده اغنيه مطلوب زعيم في 23 يناير سنه 2012، وتاني يوم نزلت اغنيه اثبت مكانك مع ذهب ثروت مغني الراب اللي سمعه امير في اغنيه كان نزلها على اليوتيوب اسمها
كاتب لبكره جواد، واغنيه احنا الشعب اللي من تاليف الشاعر عبد الرحمن الابنودي اللي اتنازل عن كلماتها من غير ما ياخد ولا مليم. وفي يونيو سنه 2012 نزل اول البوم رسمي الكايروكي وانا مع نفسي قاعد، اللي كان معظم اغانيه اتكتبت قبل كده. ومن 2013 ل 2014 اشتغلوا على البومهم الثاني اللي وزعوا نصه في بيت امير والنص الثاني في الاستوديو، وكان اسمه السكه شمال. وكان في اغاني زي اعاده نظر اللي كتبها امير بعد ما رجع من امريكا، وكان عامل مقارنه ما بين مصر وامريكا، واغنيه اجمل ما عندي مع سعاد ماسي، واغنيه الخط ده خطي، وطبعا اغنيه السكه شمال. وفي ابريل سنه 2015 نزل واحد من اهم البوماتهم اللي ابرز نوع مزيكا الكايروكي كانوا اول مره يقدموه، البوم ناس وناس، اللي قدم تكنو في مربوط باستيك شرقي في جينا دنيا في لفه، طرب في ناس وناس، سخريه في البقا بقا، ورومانسيه في نعدي الشارع سوا. وفي الالبوم كان في اغنيه بروح مختلفه بصوت مختلف استغربوا الكثير لانه ما كانش صوت امير، وبعد فحص وبحث كثير استمر لمده 3 ثواني عشان قريت الاسم تحت الفيديو، اكتشفنا ان مغني الاغنيه ديت هو نفسه لعب الجيتار في الفرقه وهو شريف هواري. انك توصل رساله معينه للناس من خلال صوتك وكلماتك الموضوع لحد ما بسيط. لو انت جعان تقول انا جعان، لو انت عطشان تقول انا عطشان، لو انت داخل في قصه حب تقول انا داخل في قصه حب. اما انك توصل الرساله ديت بعزفك وبالتك الموسيقيه، فهذا من وجهه نظري هو اعلى قمه الابداع، وهذا هو شريف هواري. مين فينا يقدر ينسى كل سولوهاته على الجيتار المنتشره في اغاني كايروكي؟ هو اللي حمسنا في اثبت مكانك، هو اللي بكانا في كنت فاكر، ورقصنا في السكه شمال في شمال، هو اللي دخلنا في اغنية ياما في الحبس مظاليم، وخرجنا من اغنية على الهامش. اتولد شريف هواري في 2 مارس سنة 1985. من الحاجات المشتركة ما بين كل اعضاء كايروكي ان هم كانوا قريبين من مامتهم، ولكن علاقتهم بوالدهم كانت متدهورة، اللي ما شافوش من وهو صغير، اللي سابه وهاجر وراح لبلد تانية. وفي حالة هواري اللي كان بيتريق عليه وبيسخر وبيستهزأ بموهبته. لما تم 16 سنة دخل في حالة كآبة وعزلة، واصبح الصمت جزء من حياته. ابتدى يحس بمشاكل في نظره وتعب في كل جسمه، والغريب ان هو لما كان بيروح لدكتور كان بيقول له ان هو زي الفل تمام، ما عندوش اي حاجه. طب ازاي ما عندوش اي حاجه وهو حاسس الاحساس الغريب ده؟ وقتها المزيكا اصبحت بمثابه طوق النجاه ليه، والمصدر الوحيد لسعادته والهروب من هذا الاحساس اللي ملوش اي سبب. كان اول واحد امير يعرض عليه فكره الفرقه، واظن ان هو لو ما كانش قبل يبقى معاه وسكته، كان يمكن امير وقتها شعر بالاحباط وحس ان هي فكره زي اي فكره بيفكر فيها واحد عنده 17 سنه، وقفل عليها وما كانتش الفرقه اتعملت خالص، ولكن ده ما حصلش. فضل مع كايروكي من اول يوم لغايه النهارده، ولما سبع حبتين ما كانش عشان يروح يشتغل محاسب، ولكن عشان يطور نفسه في لعب الجيتار. ولحد دلوقتي هو هادي سارح في ملكوته قليل الكلام، ولكن دعني اخبرك ان هو جواه حاجات كتير عايز يطلعها. على طول ماشي باجنده بيكتب فيها افكاره وتاملاته وطموحه، بتعدي مجرد وجوده كعازف في الفرقه، ونفسه ان هو يغني ويلحن ويكتب ويعمل البوم لنفسه. سمعنا صوته لاول مره في اغنيه قبل الوصول، وبعديها بسنتين نزل اول اغنيه بفيديو ليه، اغنيه معاده صغيرا من تاليف الدكتور احمد خالد توفيق. الاول لما نزلت في 15 ابريل سنه 2018 اصبح كل اللي بيسمعها ضليع في اللغه العربيه ومدرس في محو الاميه، وقعدوا ينتقدوا التشكيل ومخارج الالفاظ الغير صحيحه، فاتحذفت الاغنيه ونزلوها تاني في 19 ابريل بعد ما صلحوا مشاكل النطق. بس انا مش هكدب عليكم، اول لما سمعت الاغنيه لقيت ان هي قشطه تمام، ولما اتشالت اتحط التاني لقيت ان التانية هي بالظبط زي الاولانية، بس يمكن العيب فيا. وبعد كده شارك في البوم زاب ثروت في اغنية لو تسمعيني، وفي ابريل سنة 2019 نزلت اغنية من كلماته ومن تلحينه مهداة لمراته باسم سارة، وهو دلوقتي بيحضر لالبوم كامل لنفسه ونحن ننتظر. في 18 مايو سنة 2017 نزلت أول أغنية لألبوم كايروكي الرابع باسم نقطة بيضاء، وكانت الأغنية توزيعها هادي وبالمشاركة مع مغني اللي هواري سمعه في مرة وحب صوته وعرفه الباقي الفرقة عبد الرحمن
رشدي، والناس اشتكت ان المزيكا هاديه الاغنيه كلها، واول لما تيجي حته عبد الرحمن رشدي بتعلى لدرجه ان احنا مش قادرين نسمع صوت الراجل، وسبحان الله اول لما يخلص غنى من هنا المزيكا بتهدى تاني وبتنتهي بصفار. ولما شريف مصطفى علق على الموضوع دوت قال ان هم كانوا عايزين يستخدموا صوته كآله وجزء من التوزيع مش مجرد مغني ثاني. وبعد شهرين بالظبط في 11 يوليو نزل اشهر واهم البوم لكايروكي حتى يومنا هذا، وهو نقطه بيضاء اللي كان بمثابه البوم متكامل. اي حاجه تلاقيها عايز شعب يسمع الكيف والسكه شمال في شمال وعم غريب، عايز حزين اسمع كنت فاكر، عايز صراع مع النفس اسمع هدنه، عايز رومانسي اسمع ليلى، عايز تكنو اسمع ديناصور، وعايز حاجه هاديه كده وانت سايب بالليل اسمع نقطه بيضاء. ولكن بعيدا عن الاغاني، الحاجه اللي واقف عندها ناس كتير هو خسسان امير المفاجئ والغير طبيعي. وزي ما حصل مع مايكل جاكسون وايمي واينهاوس وويتني هيوستن، طلع على امير اشاعات ان هو بيتعاطى مخدرات وبياخد ادويه غير شرعيه، والكلام دوت مش صح، لان سبب فقدان وزن امير هي عمليه جراحيه كان عملها، ورغم ان هي فشلت اول مره وناس كتير حذروه ان هو يعملها مره تانيه، الا ان هو ما سمعش كلامهم وعملها تاني وفعلا ابتدى يخس، والدكاتره قالوا له ان هو يخس 20 كيلو مش اكتر عشان يفضل في حاله صحيه جيده، بالاخص ان هو طويل القامه وطوله 195 سنتي، فلو خس اكتر من كده جسمه مش هيشيله. ولكن امير خس 45 كيلو في فتره قليله، والسبب في كده ان هو بطل اكل تماما واصبح كاره للطعام، لان بالنسبه له الاكل هو الشيء اللي بيفكره بحاجات مش عايز يفتكرها، زي بعده عن ابوه لمده طويله، ويوم لما اتلم شملهم وحس ان عيلته هترجع من تاني باباه مات فجاه، وحتى امير ما كانش في مصر وقتها، واصابه مامته بمرض الزهايمر، وامير حس ان هو مقيد مش قادر يعمل اي حاجه غير ان هو يعبر عن نفسه من خلال اغنيه كنت فاكر اللي قال فيها الفراق بيجي من غير ميعاد، شايفك قدامي وما بيننا فاصل، اشكيلك وكلامي مش واصل. لو اتكلمت مع اي حد كان يعرف تامر من صغره هيحكي لك قد ايه انه كان انسان عصبي شديد المعامله، متعجرف حبتين وسريع الغضب، وقد ايه هو اتغير دلوقتي واصبح احسن كتير في معاملته مع الناس، ولكن الحاجه الوحيده اللي فضلت فيه هي روحه. وزي ما بيقولوا لو هتعمل حاجه من غير روح روح روح، اصل ملهاش لازم، انت كده بتضيع وقتك وبتضيع وقتنا. في كل اغاني كايروكي ايا يكن في الفيديو او في الحفلات هتلاقي تامر بيغني الاغاني كلها وباحساس عالي وكانه هو المغني الاساسي. ولو في يوم امير نسي كلمه هنا او هنا، اول حد بيبص عليه هو تامر، وهو اللي بيفكره بالكلام والحوار دوت. انا شفته بنفسي. اتولد تامر في عمان ودرس في المدرسه الحكوميه هناك، ولما تم 5 سنين نقل للمدرسه المصريه في عمان وابتدى يدرس اللهجه المصريه، وكان بيرجع كل صيف في مصر لحد ما استقر فيها بعد ما دخل اعدادي. كان ساكن في الشارع اللي ورا بيت امير من وهو عنده 6 سنين، بس يمكن حوار ان هو كان بيتنقل من مصر لعمان وان هو عايش في مدينه نصر حبتين خلاهم ما يقربوش من بعض الا في شبابهم. قالها وعدها كذا مره ان كايروكي هي السبب الاساسي في انه لسه فاضل في مصر، وانه لولا الفرقه ما كانش فضل فيها ولا حتى يوم واحد. ويمكن عشان كده قبل الثوره لما كايروكي كانت على وشك الانفصال تامر قرر ان هو يرجع عمان، ولكن بعد ما حس ان في حوالي نص جرام امل ان كايروكي ممكن ترجع قرر ان هو يسيب عمان ويرجع على طول وقابل الباقي في التحرير. بيحب التمثيل وبياخد ورك شوبس كتير عشان يجود من نفسه، وظهر في اول افلامه كممثل صامت في فيلم زي النهارده في 2008، وكان معاه امير وهو بيلعب جيتار وبيغني، وكان بينهم واحده ما اعرفهاش، ويمكن السبب اللي خلاه يشارك في الفيلم دوت ان هو كان من اخراج عمرو سلامه اللي اخرج واحد من اوائل فيديو كليبات كايروكي، اغنيه كل الناس اللي نزل في 28 اغسطس سنه 2007. بس يمكن بدايه تمثيله الحقيقيه كانت مسلسل سابع جار في 2017، وبعد كده دور في فيلم علي بابا، واخر اعماله دور في فيلم الفيل الازرق الجزء الثاني. ولكن زي ما على طول بيقول ان فرقه كايروكي هي اهم شيء في حياته، ومهما عمل هيفضل على طول بيفكر ازاي ممكن يطور من الفرقه ويوصلها لاعلى مقام. ومن اكبر طموحاته ان كايروكي تقدم حفله غنائيه تحط على كل الحفلات اللي اتقدمت في مصر قبل كده. فبعد ما نزل البوم نقطه بيضاء واعلنوا عن حفلاتهم احتفالا بالالبوم اللي كانت في اغسطس سنه 2017، ولكن الرقابه منعتهم من ان هم يغنوا شويه من اغانيهم، بالاخص 4 اللي كانوا اغنيه ديناصور، السكه شمال في شمال، هدنه، واخر اغنيه.
وبعد مفاوضات ومناقشات سمحت لهم الرقابه ان هم يغنوا الاغاني فقط لو الناس ألحت عليهم، ودوت حصل بالفعل. وعملوا 6 حفلات في 3 ايام في الساقيه، وكل حفله حضر لهم 4000 شخص. ولكن ما زالت الفكره اللي شغله بالهم كلهم هي الحفله الغنائيه الكبيره اللي مش عارف فيها اضاءه شكلها ايه، وسماعات شكلها ايه، وشاشات شكلها ايه، وممكن يوصل عدد حضورها ل 20000 شخص، حاجه كده زي حفلات بيونسي وليدي جاجا وبينك فلويد. وفعلا اتحدد ميعاد للحفله في يوم 8 ديسمبر سنه 2017، والتذاكر كلها اتباعت في اقل من 10 ايام. ولكن قبل الحفله بيومين اتاجلت لنص ديسمبر، وبعد كده اتاجلت تاني، وكل دوت من غير ما يقولوا اي سبب. ووقتها كل حفلات كاروكي اتلغت، وكان في اغنيه كانوا يغنوها في فيلم اتشالت، وما عملش كاروكي اي حفله لمده 6 شهور. ورجعوا باربع حفلات في الساقيه في 28 فبراير و1 مارس بحضور 3000 شخص في كل حفله، والتذاكر كلها اتباعت في يومين بس. وفي 11 مارس 2018 نزل اعلانهم للوكر بتاع الشوكولاته واغنيه القلب يا ناس اشتكى محتاجها اشتكى. وبعدين عملوا حفلات في دبي وحفله في كندا، ورجعوا لمصر، واخيرا الحلم اصبح حقيقه، وعملوا حفلتهم المنتظره اللي كانت اسمها كايروكي امباير في 11 مايو سنه 2018 في مول كايرو فيستيفال سيتي. وبعد مرور سنه في 21 مارس سنه 2019 نزل خامس واخر البوم لكايروكي حتى يومنا هذا، ابناء البطه السوداء، اللي كان فيه اغاني زي كان لك معايا، ابيض واسود، انا الصوت، بنخاف، وهات لنا بالباقي البان. وطلعت انتقادات كتيره بتقول ان هو ما كانش بقوه البومهم اللي فات. وعلق امير على الموضوع دوت وقال ان هويه كايروكي من اول يوم هي التغيير، وكل البوم بيعملوه بيحاولوا يقدموا حاجه جديده فيه. وهي دي كانت حلقه كايروكي. معلش طولت عليكم حبتين، بس اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك لو استمتعتوا بالحلقه، واعملوا سبسكرايب عشان القناه تكبر بيكم، واعملوا فولو على الانستغرام. انا بشوي بدير، واشوفكم الحلقه الجايه. سلام.